السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوجد دعاء جميل جدا يدعو به بعضنا لبعض، ولكننا لا نعلم عظمة هذا الدعاء، وهو أن يدعو أحدنا لصاحبه بعد أن يفعل له أمر طيب يقول له جزاك الله خيرا. نقول هذه الكلمة ولا نعلم معناها. حبيبك صلى الله عليه وسلم يقول: من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاكم الله خيرا فقد أبلغ في الثناء، يعني مدحه بشكل رهيب وشكره بشكل رهيب. حتى عمر رضي الله عنه يقول: لو يعلم أحدكم ما في قوله لأخيه جزاكم الله خيرا لأكثر منها بعضكم لبعض. طيب ليش؟ شو السبب إنه هالكلمة جميلة جدا؟ شوف يا طيب، شايف أنت لما تعمل لحد شيء ويقول لك بارك الله فيك يدعو لك بالبركة، البركة خير ولا لا؟ خير، يعني جزاكم الله خيرا تشمل هذا الدعاء. شايف لما واحد يقول لك روح الله يوسع عليك دارك، التوسعة في الدار خير ولا لا؟ خير، فجزاكم الله خيرا تشمل أيضا التوسعة في الدار. شايف الهداية لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن تكون على هدى ومتبع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، جزاكم الله خير تشمل الهداية أيضا. شايف أنه أنت تكون على تقوى لله سبحانه وتعالى في السر والعلن، أمر طيب ولا لا؟ أمر طيب وأمر خير، فجزاكم الله خيرا تعني أسأل الله أن يجعلك تقيا في الدنيا والآخرة. شايف العفاف، أنت عم تسعى أنه يكون عندك عفة وطلب للحلال وتنوي الزواج لتعف نفسك عن الحرام، هذا خير، جزاكم الله خيرا يشمل هذا الموضوع أيضا. لو قال لك أحد أسأل الله أن يعطيك حتى يرضيك ويغنيك، أوه بتكيف بهذا الدعاء، جزاكم الله خيرا تشمل هذا الخير أيضا. حتى في أمور الآخرة، لو قال لك جزاك الله خيرا يعني أسأل الله أن تنال كتابك باليمين وأن تسير على الصراط وأن تبتعد عن النار وأن تدخل الجنة، كل هذا بجزاك الله خيرا، بل أن تجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم وأن يكرمك الله بالنظر إليه، كل هذا بعبارة بسيطة جدا جزاكم الله خيرا. فأكثر منها بعد كل معروف، وانشروا هذا المقطع جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.